السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نجرب مع بعض آلة الوافل دي، أنا لسه شاريها جديدة وعايزين نجربها مع بعض ونشوفها، واللي عنده أي كومنتات أو شاري زيها يقدر يكتب لي في الكومنت ويعرفني عنها وكده. هنشوف الآلة أهي، دي الآلة وهنجربها مع بعض. وهي بتتقلب كده اهي، ودلوقتي هنجربها مع بعض. طبعا في الاول هندهنها كده زيت، رشة زيت كده، على حسب التعليمات اللي معاها، وبعدين هنجرب. وافل بالشوكولاتة هنجربه كده، وبعد كده نعمل الوافل مرة تانية ان شاء الله. بس هنجرب دلوقتي المكنة مع بعض، الآلة قصدي اهي. ودلوقتي هنقفلها. مفاجأة آلة الوافل، عملت فيها كيك الشوكولاتة، شايفين طالع حلو ازاي الكيك في آلة الوافل؟ دي المفاجأة. دلوقتي هحط عليه صوص شوكولاتة وزوقه بالموز، ووريه لكم كمان في الاخر هيكون عامل ازاي. شايفين عملت ايه؟ كيكة في آلة الوافل، شايفين حطيت عليها زوقتها بصوص الشوكولاتة ومربى الفراولة وموز على حسب الموجود في البيت يعني. يا رب تكون عجبتكم وتجربوها انتوا كمان.